السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، وما زلنا مع العلامات التي تبشر بالخير والسعادة. أيها الإخوة الكرام، في البداية حابب أذكر بعض الناس لما بيحاولوا يعني يقولوا أنت شعرفك الكلام ده، وده إزاي بيحصل، وأنت دخلت في علم الله. إخوانا، إحنا ما بنقولش قرآن، إحنا ما بنقولش قرآن، إنما هو اجتهادات بعض العلماء ليس إلا. يا أخي، من باب التبشير، يعني الإنسان بيحتاج أحيانا لمن يبشره بالخير وإن لم يحدث، يعني من باب الفأل الحسن، من باب سبحان الله العظيم التبشير بالحظ الجيد. الإنسان سبحان الله العظيم دائما وأبدا يحتاج إلى دفعة معنوية، فهذه الأشياء وإن لم تحدث، لكن هذا كلام علماء معتبرين. النهاردة جماعة هنتكلم عن 10 علامات تدل على السعادة إن شاء الله لو شفتهم في المنام. أول حاجة، رؤية الصوف في البيت بالنسبة للمرأة الحامل. وحابب أذكر متابعيني إن أنا دايما في جديد، أنا ما بكررش بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لو رجعت لأكثر من فيديو للسعادة على القناة مش هتلاقي اللي أنا بقوله ده، كله جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول علامة هي الصوف في البيت بالنسبة للمرأة الحامل. لو رأت المرأة الحامل الصوف في البيت، يطلع بقى مثلا في ثياب، يطلع في بطانية، يطلع مثلا في أي شيء، المهم إن هي شافت صوف في المنام والصوف ده موجود في البيت، ده معناه إن إن شاء الله هتسمعي أخبار سعيدة هتسعدي بها إن شاء الله تبارك وتعالى. 2، خياطة الصوف للشاب الأعزب تدل على السعادة والتفوق، وأنه سيسعد في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. 3، رؤية الحلوى للمرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة إذا رأت حلوى، أي حلوى في المنام، تدل هذه الرؤية على السعادة لها إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. 4، أكل البسبوسة للمتزوجة، وهذه السعادة ستكون خصيصا لزوجها، فالسعادة ستكون مع زوجها إن شاء الله تبارك وتعالى. 5، شراء الحلوى للبنت العزباء. يبقى أكل البسبوسة للمتزوجة، رؤية الحلوى للمتزوجة، شراء الحلوى بالنسبة للعزباء. 6، أكل القمح المسلوق، قمح مسلوق في ماء، ده من أفضل الأحلام أو الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك، القمح المسلوق. 7، شراء القمح للعزباء، وخلي بالكم من التخصيص اللي خاص بالعزباء في حاجة معينة بقولها. 8، رؤية عدد السنابل في المنام، بل إن بعض العلماء، وخلي بالكم دي موجودة في القرآن الكريم، قضية السنابل، إن لو أنا شفت في المنام عدد مثلا 5 سنابل قمح، دل ذلك على أن السنوات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سأسمع فيها أخبار سأسعد بها إن شاء الله تبارك وتعالى. 9، رؤية مستشفى المجانين. تخيلوا، من الأشياء الجميلة جدا اللي ممكن تشوفها في المنام. أحيانا بعض الناس ممكن تقوم مفزوعة، إيه اللي جاب مستشفى المجانين على بالي، ولا إيه اللي خلاني أحلم بيها؟ لا، ده دي من الرؤى سبحان الله العظيم، من أفضل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك، التي تدل على السعادة في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. 10، ودي العلامة الأخيرة، وضع الحناء. عارفين الحناء؟ وضع الحناء على اليد أو القدم للمرأة المتزوجة، لأن للعزباء بيبقى زواج، إنما إحنا بنتكلم عن السعادة. فوضع الحناء بالنسبة للمرأة المتزوجة على اليد أو على القدم تدل على السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.